الوقت مملوء عن آخره. فعلا كيقولوا لها المستديرة كتخلق المغرب ما في. شكرا على هذا الدعم والحمد لله، هذا نجاح كبير للمغرب والمغاربة والعرب وليزافخي. كان ما حدناش الحد، ما حلفناش الحد، لعبنا زوين، الدراري كانوا مقاتلين الى اخر لحظة، ولكن غيست لا شونس، ماشي مشكل ان شاء الله المرة الجاية. وهذا انجاز كبير وفرح كبير، دخلنا للتاريخ وبقينا النصف النهائي الحمد لله. وي ار براود اوف اور سيلف. عاش الملك، الله ينصر سيدنا والله يحفظ الشعب المغربي، وحنا ديما مورا المنتخب المغربي ديما في دارهم، سواء جابوا نتيجه ولا ما جابوش. هذه فرحه كبيره احنا بالنسبه لنا، هذا بحد ذاته انجاز عظيم. داروا واحد، خلاو المغرب العالم يهفت بها، الصحف ديال العالم جالسين متابعين المغرب المغرب المغرب. الحمد لله داروا انجاز عظيم وكيشرف هذا الشيء. شكرا. شكرا للدراري كامل اللي تقادوا، شكرا، قدموا مباراه كبيره مني بداو. شكرا لوليد الركراكي، كنا نتمناو نفوزوا بهذه المقابله رغم الاخطاء. حسين الحكام اللي ما عطاناش ضربه جزاء في روميا الميتا، كانوا الاخطاء ديال التحكيم، وكانوا الدراري عن الدفاع ديالنا كان شويه سايس واكرد، اللي ما كانوش هما بلاصه ماثرش فينا. وحنا اول فريق عربي افريقي كنوصلوا للدور هذا، استراحه ما كناش نكونوا في الفينار. انا كانت الامنيه ديالي نوصل للمنتخب الوطني غير الفينار، ما ندوش كاس العالم، وديما مغرب وصافي وتشيليك. الحمد لله انا جد فخوره وغنبقى دائما فخوره بولاد بلادي، غنبقى فخوره باسود الاطلس، غنبقى فخوره بهاد زعما هادشي اللي عشنا، سجليه تاريخ عشنا. هاد لا جينيراسيون عشت واحد المونديال اكثر من رائع، اداءات اكثر من قويه، وصلنا ميساجات قويه، قصينا منتخبات اللي كانت قويه، وغنبقاو دائما اقوياء وغنبقاو دائما اسود. كان الكاس ولا ما كانش، الحمد لله هذا انتصار بحد ذاته لينا، وصلنا ميساجات كبار، وهذا الشيء اللي بغينا. بغينا العالم يعرف شكون حنا وعلاش قادرين، وان شاء الله غنرجعوا اقوى واقوى واقوى، وان شاء الله خيرها في غيرها. رابحين ملي وصلنا ديجا للدمي فينال المربع الذهبي، ديجا ربحنا، واللعابه راه داروا اليوم كرو ماتش، كنهنيهم على هذه الروح القتاليه، وكنهني الركراكي. الصراحه جاونا فرص ما قدرناش نترجمهم الاهداف، هما عرفوا كيفاش يستغلوا جوج ديال الاخطاء، ضربوا عندنا الجبيوت، كانوا عندنا دي شي، كانوا عندنا غيابات بحال السيس بحال، والحمد لله هذا بحد ذاته راه الاستثنائي كما قلت راه انجاز. كنبغي نهني المنتخب المغربي، وكنبغي نشكر الامه العربيه على التشجيع ديالها ديال المغاربه، الامه العربيه بدون استثناء، الامه الاسلاميه وفي افريقيا. والحمد لله دابا كما كتشوف حنا ربحنا فريق، وحنا لعابه في المستوى، والحمد لله وديما مغرب، وان شاء الله والقادم ان شاء الله احسن. اليوم ما خسرناش، واخا جيت من فرنسا باش نشجع المغرب، ما خسرناش باسكو تقاتلوا في التيران. هذوك الدراري تبارك الله عليهم، داروا المستحيل ديالهم باش يفرحونا، باش يفرحوا المغرب كامل وفرقيه كامله. راه صراحه ما يمكنش نكونوا ديسو، ما يمكنش، راه اون لوغ فيغي اونت سي اون ايتي ديسو، اون لوغ فيغي اونت. راه صراحه تبارك الله عليهم، ان شاء الله اون شيرشيغا سي تخوازيام بلاص ان شاء الله بحول الله.